هذه إزالة إيش؟ الشبهات. وإزالة الشبهات أمر مهم جدا قبل التحلي، التخلية قبل التحلية. لو كان واحد كافر والعياذ بالله قبل ما يحتاج يتخلى عن الكفر وبعدين يدخل الإسلام، كذلك لابد القضاء على الشبهات. ثم إيش الأمر الثاني؟ إيش قلنا؟ القضاء على الشبهات، والثاني إيش؟ ترك الشهوات. أخواتي الكريمات، قضية الإنسان تتعاوره أمور كثيرة. هناك شهوة يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يتزوج، يريد أن ينكح، يريد يريد يريد. ولما يكون في الطريق الحق والحلال مش مشكلة، لكن بعض الناس تزيغ أموره، اعتداء، شهوة التملك، يريد يتملك. أريد أنا والعياذ بالله أخذ ما عند هذا وما عند هذا، هذا حب التملك والسيطرة، شهوات كثيرة. القرآن عالجها بطريقة ذكية وبطرق متعددة ووسائل مختلفة. بالقصص القرآني عالجها بالموعظة الحسنة، بالتمثيل للآخرة، قضى عليها يعني بأساليب مختلفة، ومن ضمنها العبادات. إذن أزال، شوف انظروا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. قصة سيدنا يوسف هذه ألفت فيها كتب كثيرة ولا زالت حاجات يعني تحتاج. شوف انظروا إلى سيدنا يوسف عليه السلام في بداية لما رأى الرؤية، ثم لما ذهب وفي البئر وجاءت السيارة وأخذوه، ثم دخل إلى عزيز مصر وحصل ما حصل له في الموقف مع المرأة، ثم دخل السجن، ثم خرج من السجن، ثم استدعاه الملك، ثم شوف القصص. يعني الرجل يبقى رجلا في كل مكان. وكيف يعني قصة سيدنا يوسف أثرت، تتأثر إن الإنسان يبقى إنسانا ويتأثر بالمؤثرات حوله. والشهوات كثيرة، فكيف يقضى عليه الإنسان؟ من ضمن ما يقضى عليه الشهوات إيش؟ إزالة الشبهات. ولذلك كان أسلوب القرآن راقياً. هذا شيء معنوي، ما نلمسه نحن، هذا فيه شفاء، فيه شفاء لما في الصدور فعلاً، لكنه إيش؟ شيء معنوي. القسم الثاني القضاء أو الشفاء المادي، المادي تشاهده وأشاهده، وهذا خير ما يمثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. أخرجه ابن ماجه وصححه البصيري في المشكاة في تعليقه على سنن ابن ماجه. عليكم بالشفائين، كأنه جمع، كأن الشفائين ماديات. خير الدواء القرآن، روي عن علي كرم الله وجهه. وفي حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وامرأة تعالجها أو قال ترقيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عالجيها بالقرآن، في طاقة، القرآن في طاقة، طاقة مادية ما معنوية فقط. طبعا تطبيقات هذا الجانب، القرآن غريب، تعرفوا الماء، هذا القرآن يعني لما يرقى في الماء مثل هذا، يقرأ عليه بعض الآيات لكل شيء شيء، وأحيانا شيء ينفع لكل شيء. هذا الماء يختلف، يعني لو جبت ماء مقراي عليه وماء ما مقراي عليه ورحتي في معامل يعني متطورة جدا وشفتي هذا، ستجدين أن هذا إيش؟ مختلف. الذي رقي عليه يختلف، الماء غير المرقى عليه، معناته في شيء إيش؟ مادي حصل بالاستشفاء بالقرآن. أذكركم بعض القصص اللي حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكركم بعض النماذج والتطبيقات من الاستشفاء بالقرآن. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا وفدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين،
فمررنا على حي من أحياء العرب فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا، يعني طلبوا منهم ضيافة لكن هذلك بخيلين، قال لهم ما نضيف. وبقدر بقدرة الله أن أصيب كبير قومهم بلدغ، يعني لدغه هو إيش؟ نقول غول، إحنا لدغ. فجاءوا إليهم القوم الذين هم جاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قالوا هل فيكم من راق؟ في بعض الروايات قال أبو سعيد الخدري أنا، سعيد الخدري قال أنا، قال فقرأت عليه الفاتحة، وفي بعض الروايات قرأت عليه الفاتحة 7 مرات فكأنما أنشط من عقال برقهم، فأعطاهم شيئا من الغنم، فأبوا أن تحرج بعض الصحابة رضي الله عنهم فأبوا أن يأخذوا الغنم لأنه مقابل حتى نستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا لاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية، خذوها أو خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. شوفوا الفاتحة كثير من الناس يستصغرها والعياذ بالله، ما يدري هذه الفاتحة فيها أسرار عجيبة وعجيبة، فيها خلاصة القرآن. كان الشيخ أبو زيد رحمه الله من أعيان بني الريامي من الناس الأفاضل في بهلة، هو الذي تولى بهلة الإمام سالم، ومعروف لما تسير بهلة وتسأل عن أبو زيد معروف صاحب سر، لا يقرأ لهم إلا بسم الله الرحمن الرحيم ويعطيها للكل. أولاد صغار الذين يريدوا يرقوهم يقرأ عليهم الفاتحة 7 مرات فيما بإذن الله تذهب كثير من الأمور، يكتب بزعفران وماء ويخلط بالماء ويشرب الطفل ينفعه. من جمع القرآن في بعض من قرأ القرآن